استضاف مركز بلفور للدراسات التابع لجامعة هارفارد الأمريكية العريقة معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كمتحدث في فعالية افتراضية حول الاتفاق الإبراهيمي. شارك فيها السيد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الفعالية أكد السفير على أن التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي لم يكن بمثابة صناعة لتاريخ جديد في المنطقة فحسب، بل أيضا خطوة شجاعة من قبل جلالة الملك المفدى.